الوحدة نتاع تشات ناحية تليفون عشوية وانا نتلقى في السؤال رقم واحد. ما معنى اسم دولة الكويت؟ ما معنى دولة الكويت؟ الكويت عندها معنى، ما معنى الكويت برنسة؟ ربما ناخذها من كلمة كويت مغطية، دولة مغطية، فهمت؟ ماهيش مصايبة كيكا للعلام، ماهيش مصايب. زيد نحي التليفون، نحي والله منح. الكويت يعني حاجة حرة، حاجة حرة. حاتم ما نعرفهاش، ما يمكن متسمية على واحدة على المنطقة اسمها منطقة، عندهم واد اسمه الكويت، واد الكويت. سندريلا، كويت، كويت بلكشي اسم شخصية تاريخية معروف، اسم شخصية. غلط. محمود البارودي أقرب واحد إلى حد الآن هو الحاج، يهمي مع الحاج. كويت، كويت المغطية، الكويت مغطية. أتوكي نعطي الإجابة تفهموا علاش هو أقرب واحد إلى حد الآن. النقطة ماشية لي، ماشية الحمد لله. إذا كان ما يعطينيش البارودي حاجة أقرب، محمود البارودي. المغطية بالغاز اللي فيها برشا غاز وبرشا بترول، ما عنده حتى علاقة. الكويت المعنى متاعها هي الحصن أو القلعة. أعتبر جوابك صحيح. تاريخ الجغرافيا. منصف بن سعيد، نعملوا له حفل تكريم آخر. ثقافة عامة، ما هي جنسية الرحالة كريستوف كولومبا؟ ناصر في بالي أرجنتين، أرجنتيني. زيادة برنس، كريستوف كولومب سبانيوري، سبانيوري. سندريلا ناحية التليفون، كولومبي. لا ولا مانيش كولومبي، خاطر كولومب. محمود إيطالي. هو يظهر لي هو مشي لإسبانيا، اللي مولوله الحملة تاعه إسبانيور معناتها. هو جنسيته شنو؟ يظهر لي برتغالي. والله برتغالي. حاتم إيطالي، إيطالي. جوفاليد حاتم خويا، إيطالي. جواب صحيح. حاتم ربوي، حاتم. وكولومبيا تسميت على كولومبيا. زياد المكي حاتم بالحاجة. ما هي الدولة التي ظهرت فيها لعبة الشطرنج لأول مرة؟ أول مرة تلعب الشطرنج هذا كان في أنا بلد. ناصر في بالي رفيق، تلعب في مصر، تلعب في وين؟ فينا عام في اسكندريه. زيادة يظهر لي تشيك، تشيك برنس، تشيكي مات. جيوش، جيوش هذه في البلاد العربيه، ممكن تكون العراق، العراق. ساندريون ايران، ايران. حاتم الهند، محمود روسيا، وعنا روسيا وعنا الهند وعنا تشيك، شيكي مات. الجواب الصحيح هو بلاد فارس، بريطانيا. الهند. حاتم بالحاجة، الجواب حاتم بالحاج هو الهند. السؤال الموالي، أنا فهمت لستوس. شنو لستوس؟ كي وليت تحضر الكويز بعيد على محمود وتخبي الوراق. يودي معبي معبي ذا. حتى المرات اللي جاوب فيهم محمود ورباح منش نحضر معه في الكويز. من هو كاتب تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار؟ كتاب معروف. من هو صاحبه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار؟ برنسة، ميخائيل نعيمة. ناصر، نجيب محفوظ. سندريلا، ولا يجيني رفيق طوا شادي التليفون، جيني يقلب التليفون مش ما عادش تقرا. محمود ابن بطوطه. زياد ابن بطوطه. حاتم ابن بطوطه. ابن بطوطه. وريث الرعب. الجواب صحيح. ريت كان جاي محمود راه خذيها لا ريبونس وجاوب. الجواب علاش كلكم محمود؟ والله يعمل حاجه يا ودي، رديتوني متعاطف معاه وهي ماهيش طبيعه الاشياء. ما معنى اسم هولندا؟ ماذا يعني اسم هولندا؟ عندها تعريف وتعريف منطقي. ناصر، هولندا معروفة بالجبن والحليب وال... نجم يكون من حاجة من هكا في ال... أرض الحليب والجبن. أرض الحليب، أرض الحليب ومشتقات. برنس، هولندا أو بترجم بيبا يعني البلد تحت الماء. البلد تحت الماء، كل غمتها بلد الإلهام. بلد الإلهام، عليه الإلهام يجيك فيها برشا أفكار. عليه لانه بلد غادي رفيقي يستعملوا الحشيش معناتها.
معنى الحشيش مصدر الهام هكا صغار يسمعوا معنى نسوا يقولوا من هذا هما هما قلت لأنه يجيك في الهام هما 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 يروجوا لهذا يروجوا سياسة الحشيش يروج الأفكار السامة عن طريق الميكرو. لا أما نحكي لك هما فما صغار يسمعوا اسمع فيك الإمرأة الجميلة الإمرأة الجميلة محمود الأراضي المنخفضة حاتم الأراضي المنبسطة هولاند الأراضي المنخفضة المنبسطة جواب صحيح المنخفضة محمود البارودي حتى البرنز دخل بباء الجواب صحيح نيدرلاند نيدرلاند جوابك صحيح برنس منصف بن سعيد نمر للسؤال الموالي سيدس سيدس شبيك حاتم يقول غالط ما تقولوش غالط مش غالط المنبسطة لا فما المنخفضة هي الصحيحة المنخفضة اي هو بدات خانته الكلمة ما راح يعرف المعنى على اعصابه زيد على اعصابه اغزر من اللي يبدا يحرك بالسحقية يضرب الناصر يحب على التليفون يضرب الناصر يحب على التليفون السؤال الموالي ما هي عاصمة جزر القمر ما هي عاصمة جزر القمر زياد القمر القمر ناصر أنتاناريفو أنتاناريفو برنسا ما نعرفهاش يا راف قول قول قمر ما تحبش سندريلا شنفيشك ها فاجئني موروني حاتم زهالي موروني خاطر هربت عليه الظهر هي عاونتني خاطر ما نلقاهاش وحدي خاطر موروني والله نعرفها خاطر كان الوزير بتاعها مازال كيكلمني في عندك مقول ما عندي او عندي باش نعرفك وجاتك في التليفون ولا موروني تعرف لا 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 جواب صحيح سندريلا محمود كانوا بحثينا راهو انت ناريف واسمها مدغسكار عاصمة جزر القمر هي موروني شبيك زياد ماكش فور في الكويز اليوم الريزور ما مرزو ساعة تيتي مشرة الريزو هذي حتى برشا أعمال تتعطي حتى برشا أعمال واللي بعثني من كندا بربي تحية لي رفيق ديما يسمعني يسمعنا اسمه حمزة سعيداني صديق وفي للبرنامج سلمواليه برشا ونمشيو للسؤال الموالي ما هو المعدل اللي ترفرف به النحلة في الثانية قديش من مرة تحرك جناحاتها في الثانية في اللحظة ناصر 10 مرات برنس تقريب 500 مرة شنو 500 في ثانية في الثانية في اللحظة 50 مل زيت 5 كيفاش بربي خذوه معنا سندريلا 100 حاتم 120 محمود قلت لك 500 200 200 350 تفرجت فيها في دوك وتو بالله بالله تحلف تحلف بالله استغفر الله يا رب تحلف بالله في لعبه يا ربي قلت استغفر الله تفرجت فيها في دوك والله لا تفرج شو قلت بالله والله سامحني يا رب استغفر الله يا رب يا ودي مش بالعاني استعدمني تقسم بربي اي والله مش بالعاني ما عندنا كله حلف كذاب عدد المرات اللي تحرك فيهم النحله جوانحها في اللحظه سبحانك يا رب باش تقعد فوق في الهواء ما تطيحش 350 مرة جواب صحيح زياد ولكن لا نحتسب النقطة لأنك أقريت بالفوسكا 350 مرة سبحان الله الخالق 200 أقرب واحد محمود 200 هو الأقرب تمشي النقطة لمحمود نخرج فاصل ونرجع بعد هذا صباح الخير تونس